أو البي إي نود اللي هي كانت 1.5. بعد ما تجري الكالكوليشن لهاي النمبر راح يكون عندك التي كريتيكال هو يساوي لك 0.191 سكند. هذا فيما يخص المثال 4-2، تطبيق مباشر للقانون لاستخراج التي سي ار والدلتا سي ار، هذا القيمة وهذا القيمة. طبعا هاي الكيس الأولى لما يكون الباور المنقولة أثناء الفولت هو زيرو من السينكرونس ماشين للإنفينيت بس 5. هنا المثال 4-2 هو الكيس 2 اللي يكون عندنا الباور المنقولة أثناء الفولت لا يساوي زيرو، ولذلك هنا قايل لك السؤال calculate delta critical of the given system. في بعض الأحيان شو يقول لك بهذا نفس هاي الأمثلة، يقول لك calculate delta critical and time critical، يعني طلبة من عندك التي سي ار في هذا النوع من الأسئلة. بس انتبه لهنا ملاحظة كلش مهمة، التي سي ار بهذا النوع من الأسئلة اللي يكون بالباور المنقولة أثناء الفولت لا تساوي زيرو، البي أثناء الفولت لا تساوي زيرو، بهذا النوع من الأسئلة التي سي ار حتى تستخرجها لا يمكن تطبيق هذا القانون في إيجاد التي سي ار، وإنما أكو طريقة ثانية اسمها الستيب باي ستيب ميثود في إيجاد التي سي ار. فإذا كان السؤال اللي هو النوع الثاني اللي يكون بالباور المنقولة أثناء الفولت لا تساوي زيرو ويطلب من عندك الكريتيكال كليرنج تايم بالإضافة إلى الكريتيكال كليرنج أنجل، ما يصير تستخدم هذا القانون، لأن هذا القانون اشتقيناه بالاعتماد على هذه القيمة لما يكون عندك الباور المنقولة زيرو. أما في هذه الحالة في هذا السؤال إذا طلب من عندك الـ TCR راح نستخرجه بطريقة ثانية يطلق عليها الـ Step by Step Method اللي هو هسه أوضح لك إياها بعد حل هذا السؤال. ولذلك أنا أقدر أضيف لهذا السؤال، هذا السؤال مطلوب من عندك بهذا السؤال الدلتا CR، وأيضا مطلوب من عندك الـ Time Critical Clearing الـ TCR. فحتى أحل هذا السؤال بما أنه أنا عرفت أنه الفور المنقولة أثناء الفولت لا تساوي زيرو، إذن راح يكون قانون الـ Delta CR هو Cosine Inverse PM إلى PMAX في دلتا ماكس ماينس دلتا نود بلس ار2 كوساين دلتا ماكس ماينس ار1 كوساين دلتا نود على ار2 ماينس ار1. هذا هو ايجاد دلتا كريتيكال بهاي الحالة. طبعا مثل ما اتفقنا الار1 والR2 راح تكون الR1 هي عبارة عن شنو؟ الX total على الX transfer، والR2 راح تكون الX total على الX post fault. ولذلك بهذا السؤال إذا أريد أجي أحسب بالبداية الـ X total شو راح تساوي لك؟ راح تساوي لك من ترسم الـ reactance diagram هي هذه الممانعة بلس هذه بلس زن على التوازي في بوينت 1.5 بلس بوينت 0.5 بوينت 2 بلس بوينت 2 على 2 بوينت 1 بلس بوينت 2 بوينت 3 بلس بوينت 0.8 فراح يصير عندك J 0.38 per unit. الـ X post fault
بعد ما يشتغل السيركت بريكر وهذا الفولتد لاين كلير، راح يكون عندك 0.15 بلس 0.05 0.2 بلس 0.24 بلس 0.8 راح يكون عندك جي 0.48 بير يونت. هذه هي الاكس توتال، هاي الاكس بوست فولت، وبالتالي الار 2 راح 0.4 استخرجها اللي هي راح تكون 0.38 على 0.48. هسه هذا المطلب اللي يحتاجه بالقانون جهزته. يبقى عندي المطلب اللي هو R1، الاكس توتال موجودة، الاكس ترانسفير احولها مثل ما اتفقنا. شلون استخرج الاكس ترانسفير؟ احول هنا، هذا من ارسم الرياكتنس دايجرام اللي هو راح يصير عبارة عن جنريتر رياكتنس بالنسبة للسينكرونس جنريتر اللي هو هذا، رياكتنس اللي هي 0.05 بالنسبة للترانسفورمر، وهذا راح يكون عندي مثل ما اتفقنا على شكل دلتا جي 0.2، وهنا جي بوينت على اعتبار انه هذا منتصف فراح يصير جي 0.1، وهنا هو الفولت، وهنا جي 0.1، وبالتالي عندي هنا الرياكتنس للترانسفورمر وهذا الانفينيت باس بار. احنا اتفقنا نحول الدلتا هنا الى ستار، فنلاحظ هنا طريقة التحويل هذه مثل ما رسمت لك هنا، هذا الرياكتنس للسينكرونس جنريتر، هذا الرياكتنس للترانسفورمر الاولى، هذا الترانسميشن لاين هاي هنا نصبته، وهذه هي الترانسفورمر الثانية. فأحول هنا هاي الدلتا راح تصير بهالشكل هذا، والقيم هنا بعد التحويل إذا تلاحظها راح تكون هذه في هذه على مجموع اللي هو راح يكون 0.4، راح يطلع لك هنا 0.05 هذا. ولذلك هذا البرانش ككل شقد راح تصير قيمته؟ راح تصير قيمته 0.05 بلس 0.05 0.1 بلس 0.15 راح يصير 0.25. هذا ايضا 0.1 في 0.2 على مجموعها راح يطلع 0.05، وبالتالي هذا البرانش راح يكون القيمة اللي هي 0.05 بلس 0.08، وبالتالي الناتج راح يكون 0.13. هنا عندك يبقى هذا اللي هو عبارة بوينت واحد، عبارة عن بوينت واحد في بوينت واحد على مجموع بوينت أربعة يطلع لك 0.025. وبالتالي مثل ما اتفقنا انه الاكس ترانسفير من هذا الستار الجديد الاكس ترانسفير راح تكون بس قبل ما ابدي، احمد ناصر، مو احنا اتفقنا انه امتحانك اليوم؟ احمد تسمعني؟ اي نعم دكتور اسمعك. وينك الساعه هسه بال10:55؟ دكتور راسلتك بال شو اسمه؟ بالكلاس. رديت عليك؟ رديت عليك؟ لا بس شفتك منزل اعلان بالموديل امتحان يوم الاحد، مو صحيح؟ لا ما منزل وين منزل بالموديل امتحان يوم الاحد؟ بس خليني اتاكد بالله دكتور شفت هيك. اوكي طلاب نكمل، فاشرح لي لقيت الموضوع صحيح بس مو ما يقرا فبراير، جنوري ما منتبه له.
يعني هذا التبليغ القديم، الامتحان ايوه اللي هو هو ما امتحنت مش به. على الجديد يعني. ما اعرف شلون يعني تكون الامتحان الثاني، يعني منتظرك انه هو هذا وقتك يعني، بعد ما ادري الامتحان مالتك شلون راح يصير. يعني دكتور الأحد القادم مثلا؟ هو من يحدد الامتحان؟ أنت كيفك دكتور؟ احنا مو اتفقنا احمد الامتحان اليوم، أي نعم صحيح. وانا مجهز الاسئلة والرابط مالتها موجود، وعلى اتفاقنا انه انت تبدي وياي نعم. الامتحان بالـ10:30، وتستأذن من المحاضرة اللي بعدي حتى تصير عندك ساعتين، مو صحيح؟ اي صحيح، فراسلتك انا قلت لك بالوضعية شلون. اي ما رديت عليك لانه ما اجلت الامتحان بالنسبة لك. دقيقة وارجع لك، بس خليه يروح هذا الصوت. اي يا احمد، فهذا كان اتفاقنا، اي نعم هذا دكتور. كان اتفاقنا. زين، انا دكتور واني ما كنت اجلت لك الموضوع هذا الامتحان. وقت الامتحان حسبالي الي يعني، هو ما انتبهت للتاريخ مالته بالضبط، بس شفته 31. بس على العموم اللينك مال الأسئلة موجود، نعم. قارئ انت حتى ارسلك اياه لا على والله الجوجل دكتور كلاس روم. ها، ما قريت والله دكتور. هو يعني طلاب ما ادري اليوم الفصل ماخذين، يعني يقولون اني قايل ماكو محاضرة وهو اكو محاضرة. انا من اريد اعطي صراحة دكتور تبليغ، مش يا فاهمين. اما انزله على المودل يا نعم. اما انزله على جوجل كلاس روم. نزلت انا تبليغ على جوجل كلاس روم انه ماكو محاضرة اليوم، نزل لا ما الطلاب ما نزلت. المحاضرة اللي قبل الامتحان كانت ماكو محاضرة، خليتها لكم حتى تقرون بيها، نزلت بيها قلت ماكو محاضرة. فما أدري مين يعني هذا الكلام يجيكم. طبعا بالمناسبة أي شيء تأخذوه من عندي مباشرة ماكو وساطة، فأي شيء أنا ما أبلغ بيه أو أرسله على المودر أو على جوجل كلاس روم، يعني المفروض أنتو أعرف ما تأخذ بيه هذا الشيء، لأنه هو مو مصدره مو من عندي، مو صحيح؟ مو هذه هي المتعارف عليه؟ أنا اليوم طلبة الفصلي منضمين الساعة بالـ10:30، كل طلبة الفصلي عفوا الثانوي، طلبة الثانوي محاضرتهم منضمين وياي جميعا من الساعة 10:30، وأني ما بديت المحاضرة من الـ10:30 لحد ما نزلت التبليغ بـ11 إلا ثلث. ننتظركم. لأنه ما أدري منين جايكم تبليغ أنه أني قايل ماكو محاضرة، وماكو محاضرة على أي أساس؟ على أي أساس ماكو محاضرة؟ على العموم نكمل المحاضرة. بالنسبة إليك أحمد، اي نعم الامتحان إن شاء الله راح يكون الأحد، أوكي، بـ8:30، وهي بداية المحاضرة، ان شاء الله دكتور. ويكون هو لحد نهاية المحاضرة. فأرجو أن تقرأ، ان وأرجو شاء الله أن إن شاء الله تكون مبكرا بالوقت، لأنه كله محسوب هذا إن ان شاء شاء الله الله. دكتور. تمام شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. نرجع إذا للمثال، فهنا أنا إذا تلاحظوا وياي الاكس ترانسفير، إذا أريد أحسبها راح تكون هي تحويل هذا الستار إلى دلتا. فبالتالي إذا تلاحظوا وياي، طبعا من أحول هذا الستار إلى دلتا، هو المفروض راح تكون عندي 3 أركان، اللي هي هذا الركن الأول اللي هو هنا مكانه هنا بالضبط، والركن الثاني اللي راح يكون هنا،
والركن الثالث اللي هو راح يكون بهالطريقة هاي. أنا الـ transfer reactance هي من تعريفها هي بين الـ E والـ V، ولذلك أنا هاي ماكو داعي أستخرجهن وأحسبهن، أنا اللي أحتاجه فقط هذا البرانش الأعلى. فايش راح يكون هذا البرانش؟ مثل ما تعرف من أحول من ستار إلى دلتا راح أضرب هذا في هذا البرانش، هذا البرانش اللي هو هذا البرانش، وهذا يكون كالآتي: هذا البرانش هو 0.25 0.25 في 0.13 زائد 0.13 في هاي زائد 0.13 في 0.025 بلس 0.025. هاي احنا انا قاعد احول من ستار الى دلتا في 0.25. هذا كل المقدار راح اقسمه على الممانعة المقابلة اللي هي 0.025، وراح يطلع لك مقدارها J1.68. فمن تطلع لك هاي الاكس ترانسفير، بالتالي ارجع هنا ال R1 ايضا راح تستخرج، اللي هي راح تصير الاكس توتال 0.3. طبعا انا الجهر اللي ما اكتبها لانه تعرفون تختصر، فما راح اكتبها، على 1.68. اذا هنا ال R1 استخرجتها، ال R2 استخرجتها بالنسبة للقانون. بعد شو احتاج؟ احتاج ال PM، احتاج ال PMAX، احتاج ال Delta Max، احتاج الدلتا 1. زين، هاي الامور حتى استخرجها استخرج الاي لانه هو مطيني اي، فالاي هو التيار، فبالتالي الاي اذا تلاحظوا وياي راح يكون استخراجها شلون؟ هذا التيار اذا تلاحظوا وياي وهذا الفي، في واحد بير يونت، فالتيار في هذا الرياكتنس اللي هي من هذه النقطة لحد الباكي الكتروموتيف فورس، ايش راح استخرج من عندها؟ ال E راح تساوي لك ال V بلس جي اي في ال X توتال. ال X توتال انا استخرجت 0.38، فال E راح تساوي 1 بلس جي الاي هو 1 الباور فاكتور يونت، يعني 1 بزاويه 0 في جي اللي هي هذه جي في الاكس توتال اللي هي 0.38، فراح يطلع لك كقيمه اي ومقدار دلتا. دقيقه ونرجع.
الحين الان عندك القيمه الاي راح تصير بعد استخراج 1 بلس جي بوينت 38 ماجنتيود، وزاويه الماجنتيود هي اي والزاويه هي دلتا، واللي هي بالحقيقه دلتا نوت. جالسه هنا، فبالتالي حتى تكون الامور واضحه والامور بالارقام راح نباوع هنا الاكس توتال مثل ما قلنا استخرجناها بوينت جي بوينت 38، الاكس بوست فولت بعد ما هذا كلير راح يكون جي بوينت 48، الاي مثل ما اتفقنا هو الفي بلس الاي في جي بوينت 38 اللي هي الاكس توتال، وبالتالي الاي هي 1.07 بزاوية 20.8. بالتالي الـ PM أو الـ PE نود هي الـ E هذه كقيمة في الـ V1 على الـ X total اللي هي 0.38 في ساين هذه الزاوية. بعد ما تعوض لنا القيم راح تطلع لك الـ E هي 1 per unit. مثل ما اتفقنا الـ R1 أما استخرجها بهاي الطريقة أو هي عبارة عن الـ X total على الاكس ترانسفير وشون حسبناها قبل قليل، وبالتالي الار 1 هي 0.22619، الار 2 هي الاكس توتال على الاكس بوست فولت واللي هي 0.79164. بالتالي اصبح القانون قبل ما ابدي اعوض القانون ايضا احتاج ان البي ماكس، البي ماكس هي فقط الاي في البي على اكس، يعني هي 1.07 في 1 على اشقد على 0.38. بعد شو احتاج؟ احتاج الدلتا ماكس، الدلتا ماكس هي 180 ماينس ساين انفيرس البي ام هو 1 مثل ما اتفقنا، هذا رجاء ان يصحح، فراح يصير عندك الدلتا ماكس راح تساوي 180 ماينس ساين انفيرس بي ام 1 على البي ماكس اللي هي اي في الفي في الار 2 رجاء مو الار 1، لانه مثل ما اتفقنا الدلتا 1 تشكل ويا الكيرف الثالث اللي هو اذا تلاحظوا هنا بهذا القانون وليس R1 اللي هو هذا الكيرف اللي هو R2، فهاي رجاء يعني تصحح، فتصير بالتالي عبارة عن R2 R2 هاي R2. إذن أجي أطبق القانون كوساين انفيرس بي ام 1 بي ماكس الاي في البي على اكس ساين دلتا، البي ماكس استخرجها من هذا القانون ماينس دلتا نوت 20 بوينت سمثينج استخرجناها بلس الار 2 استخرجناها كوساين دلتا ماكس ماينس الار 1 استخرجناها كوساين دلتا نوت ار 2 ماينس ار 1. كل المعلومات والبيانات موجودة، راح تطلع لك عندك الدلتا كريتيكال. ضفنا لهذا السؤال يريد من عندك الـ TCR، من يطلب من عندك الـ TCR قلنا بهذا النوع من الأسئلة ما راح نستخدم هذا القانون اللي تحت الجذر، وإنما نستخدم اكو فد ميثود اسمها الـ Step by Step Method، Step by Step Solution of Swing Equation. هاي الـ Equation الـ Swing Equation هذه اللي يكون بها الاسوليشن للدلتا والساين نحلها بطريقة، طبعا هي مثل ما بداية هذا الفصل قلت لكم حل السوينج كويجن كان على صيغة A كوساين أوميجا T، وإذا كان أكو دامبنج تورك راح يصير حلها هي A exponential minus small A T ساين أوميجا T، هذا كماث. أما إذا أريد أحلها بطريقة نيوميريكال، هاي طريقة الستيب باي ستيب سوليوشن، هي
طريقة نيوميريكال. شو أسوي؟ هذا السوينج إكويجن أقسمها إلى little steps أو little intervals. interval صغيرة أنا مسميها هنا أنا change delta. وهاي الستيبات هي ستيبات عادية، يعني 1 2 3 4. وطبعا الواحد آخذ اللي قبله، فواحد ماينص واحد فتكون عندك ستيب اسمها زيرو، وبعدها واحد، هاي إذا أبدي من واحد أن زائد واحد اثنين، وهكذا تستمر الانترفال مساويات. بس هاي الانترفال تبقى ثابتة. مثلا إذا أحدد، طبعا أنا قاعد أحكي على تايم، هاي الانترفال يعني راح تصير كل وحدة هنا إذا كانت دلتا ان، فبالتالي هذه ايش راح يكون اسمها؟ هذه او هنا انا خلي حتى تكون اوضح، هذه المسافة كنترول زد، هذه بالضبط، هذه راح تكون دلتا تي، هذه دلتا ان على الدلتا اكسس، وهذه دلتا تي على التايم اكسس. فالدلتا تي اذا ما اعطاك اياها بالسؤال تفرضها بوينت، ايش قد بالله هنا بالسؤال انا ما اخذها، بوينت او فايف. اذا ما معطيك اياها بالسؤال تفرضها، لكن هو يعطيك اياها بالاسم بوينت او فايف سكند، او هو في اغلب الاحيان يعطيك اياها بوينت او فايف سكند. زين، شلون احل بطريقة الستيب باي ستيب ميثود؟ مثل ما اتفقنا السوينج اكويجن اللي شرحناها سابقا تحل بطريقة نيوميريكال ميثود، انتجريشن ستيب باي ستيب اللي هو راح نقسم مثل ما قلنا التايم الى انترفال اسمها دلتا تي، والبروسيجر هذه اسمها ستيب باي ستيب ميثود، وتعتمد على هذا الفيجر. وبالتالي بالتالي البروسيجر هذه الميثود هي تكون كالتالي، اذا تتذكرها تقريبا نفس النيوتن رابسون ميثود، الدلتا ان بالستيب ان تساوي الدلتا ان ماينس واحد بالستيب اللي قبلها بلس تغير بالدلتا. هذا التغير بالدلتا شلون احسبه من هذا القانون؟ التغير بالدلتا بهاي الستيب يكون يساوي التغير بالدلتا بالستيب اللي قبلها، اللي هو اذا change delta n راح يكون change لدلتا n ماينس واحد بلس هنا k، هذا كونستانت في ال p acceleration torque p a في الستيب a بالستيب n ماينس واحد. طبعا الكي قيمته هو هاي 180 في الفريكوانسي اللي يعطيك اياه بالسؤال، يعطيك مثلا 50 تضرب في 50، 60 تضرب في 60، على الاتش الانيرشا كونستانت اللي يعطيك اياها، في الدلتا تي سكوير، يعني اذا كان معطيك اياها 5% تربيع حول انضرب بهذا المقدار، معطيك اياها غير شيء بالسؤال تاخذها تربيع حير راح يكون عندك الكي. بالتالي البي ات ستيب ان هي عبارة عن الاكسلريشن تورك، هي عبارة عن البي ميكانيكال ماينس البي الكتريكال ات ايتش ستيب ان، وهاي الستيب مثل ما تعرفها راح تكون 0 1 هذه 2 3 4 الى حد معين. هو يقول لك اكو تي ستارتنج وتي فاينل. فهسه اذا تلاحظ هذا السؤال اذا يطلب من عندك التي سي ار راح تحل السوينج اكويجن بهاي الطريقه وتسقط قيمه، مثلا انا استخرجت على سبيل المثال دلتا سي ار من هذا المثال، طلعت لي على سبيل المثال خلينا نقول
على سبيل المثال طلعت لك فد 60 ديجري، تيجي بهذا الفيجر تسقط هنا 60 هنا، تقاطعها هنا بهذا الكير هاي 60 ديجري، تيجي تنزلها على التايم، هذا التايم المقابل هو راح يكون تي سي ار المقابل الى دلتا سي ار. اوكي، فهذا البروسيجر حتى نحلها وتكون اكثر وضوحا اخليها على المحاضرة المقبلة حتى تكون الامور اكثر وضوح بعد ما تطلع على هذه القوانين، تشوفها شن هي، شلون نتعامل وياها، تقرا الموضوع هذا الستيب باي ستيب ميثود، وبعدها اذا تقدر تحل هذا السؤال تستخرج ان التي سي ار يكون افضل. وانا ان شاء الله على المحاضره المقبله راح نحل السؤال 4-4 بطريقه الستيب باي ستيب ميثود. خل ارسل لكم رابط الحضور، واللي يسجل حضور يقدر يغادر. دكتور بس اريد مو شغله من عندك يعني اذا ما تصير زحمه. اي تفضل طالب. دكتور بس البي دي اف التصحيح مال الميد